مزيد من التفاصيل حول هذا الملف بينضم إلينا الآن عبر الهاتف الأستاذ حسين إسماعيل خبير الشؤون الأسيوية. أهلا بك يا فندم. أهلا بحضرتك. التصعيدات بين الجانبين يعني نسمع عنها بين الحين والآخر بين كوريا الجنوبية وكوريا الشمالية، خلينا بشكل يعني بسيط نعرف من حضرتك اللي بيحصل بين الجارتين الكورية الجنوبية والشمالية، تفضل. طيب باختصار شديد، يعني أولا أنا ليا ملاحظة على ما جاء في المقدمة من وصف ما تقوم به كوريا الشمالية بأنها استفزازات. في الحقيقة كوريا الشمالية ومنذ انتهاء الحرب الكورية في منتصف الخمسينات، الجزء وتم تقسيم شبه الجزيرة الكورية إلى كوريا الشمالية وكوريا الجنوبية. كوريا الشمالية تقريبا منذ ذلك التاريخ حتى الآن تتعرض للحصار والعقوبات من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الغربيين وحلفاء في المنطقة وفي مقدمتهم اليابان وكوريا الجنوبية. النظام السياسي في كوريا الشمالية مهدد دائما، وبالتالي كان السبيل الوحيد لكوريا الشمالية لكي يعني ما أسميه أنا بالرئة التي تتنفس بها هو أن تكون لديها قدرة ردع، وهنا هي قدرة الردع النووي. علينا أن نضع في الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية لها ما يقرب من 30,000 جندي في كوريا الجنوبية، هناك قاعدة عسكرية أمريكية في اليابان، قاعدة أمريكية، وبالتالي هذا التهديد الدائم والمخاطر التي تحيط بكوريا الشمالية هي التي تدفعها لتعزيز قدرتها العسكرية وإطلاق الأقمار التجسس والصواريخ البعيدة المدى والتجارب النووية، كل ذلك من أجل أن تضمن أن تبقى من دون أن يتم تغيير النظام السياسي فيها بالقوة أو تتعرض لغزو. بالتأكيد التصعيد الحالي من جانب كوريا الجنوبية وهو تصعيد مدعوم أمريكيا أو مدفوع أمريكيا يعني بالأحرى، بالتأكيد هو يثير القلق في المنطقة، في منطقة متوترة بالفعل. الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها كوريا الجنوبية تصاعد هذا التوتر في المنطقة، ولا نتوقع إلا أن يكون الرد أيضا من بيونغ يانغ هو تصعيد آخر، ولكن في النهاية لن يصل الأمر إلى ذلك الصدام المباشر، لأن في تصوري أن كوريا الشمالية ليست لديها النية في مهاجمة أي من الأطراف، ولكن ولكن فيما يعني تذكره أستاذ حسين يعني على كلمة استفزازات تحديدا، يعني ألا يعتبر أيضا من كوريا الشمالية هو استفزاز بإطلاق صاروخ باليستي مجهول عبر بحر اليابان الشرقي، ألا يعتبر ذلك استفزاز من قبل كوريا الشمالية تجاه جارتها الجنوبية؟ إذا أردنا الدقة هو رد على استفزازات وليس استفزازا، كما قلت هناك قاعدة أمريكية في أوكيناوا في اليابان، هناك بالتحديد 26 إلى 28 ألف جندي أمريكي، يعني هذا تدخل سافر في شؤون إقليمية من وجود الولايات المتحدة الأمريكية، وتبني كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية الرؤية الأمريكية في التعاطي مع النظام السياسي في كوريا الشمالية. وبالتالي هذا التصعيد بالتأكيد يعني سوف يثير أطراف أخرى في المنطقة ومنها الصين وروسيا بالتأكيد، وبالتالي هذه منطقة لا تحتمل المزيد من التصعيد، ولكن يعني كنت أريد أن أقول أن هذا التصعيد لن يصل إلى حد المواجهة المباشرة، لأنه في اعتقادي أن كوريا الشمالية ليست لديها النية في مهاجمة أي طرف إلا إذا تعرضت مصالحها الاستراتيجية ووجودها للخطر. طالما الأطراف الأخرى التزمت أنها لا تتعرض ولن تتعرض لكوريا الشمالية بأي تهديدات، أعتقد أن كوريا الشمالية ليست لديها هذه النوايا العدوانية. ولكن في ذات الوقت علينا أن نتذكر أنه لا ينبغي ترك كوريا الشمالية منعزلة أو تحديدا معزولة بالقوة من جانب الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها، وهذه العزلة وهذه العقوبات لها انعكاسات خطيرة على مستويات التنمية في هذه الدولة. علينا أن نعرف أن مستويات الفقر عالية جدا نتيجة حظر العديد من السلع والمنتجات والعديد من الصادرات الكورية الشمالية، لا تستطيع هذه الدولة أن تطور قدراتها الاقتصادية. على المجتمع الدولي أن يدفع بالعمل على أن تنخرط كوريا الشمالية في العلاقات الدولية وفي المجتمع الدولي، وأن تكون لها علاقات طبيعية مع الدول الأخرى
يسمح بالصادرات والتصدير من، ولكن من في المجتمع الدولي إن كانت في عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية مع اليابان، وأيضا يعني أي شيء يصدر منها كما تفضلت بالذكر من الممكن أيضا أن يصيب الصين على الجانب الآخر، من من الممكن أن يدفع إلى جانب اندماج كوريا الشمالية للمجتمع الدولي أستاذ حسين؟ يجب على الولايات المتحدة الأمريكية تحديدا، وأنا أتذكر أنه في فترة ولاية بيل كلينتون كانت هناك محادثات سميت في ذلك الوقت بالمحادثات السداسية أو محادثات الأطراف الستة التي جمعت الصين واليابان وكوريا الجنوبية وكوريا الشمالية وروسيا والولايات المتحدة الأمريكية، وكانت هناك يعني بوادر طيبة للغاية وقرب انفراج في التعابط مع هذه المشكلة، وبمعنى أنه في ذلك الوقت كان قد تم الاتفاق على تزويد كوريا الشمالية بالوقود وبالعديد من السلاح وبتخفيف العقوبات، وفي نفس الوقت تبدأ كوريا الشمالية في إعادة النظر في برنامجها النووي. ولكن في النهاية إذا لم تحصل كوريا الشمالية على تطمينات موثوقة بأنه لن يتم تغيير النظام السياسي فيها بالقوة، لا أتصور أن كوريا الشمالية يمكن أن تتخلى عن قدراتها وتحديدا قدراتها النووية، وسوف تظل هذه المنطقة منطقة ساخنة وملتهبة ومؤهلة للانفجار إذا لم يتم التعاطي بعقلانية وبموضوعية وبأخذ المخاوف الكورية الشمالية في الاعتبار على محمل الجد. من دون ذلك سوف يستمر هذا السيناريو الذي يتكرر في حقيقة ما يحدث الآن من حشد ومناورات أو تدريبات في كوريا الجنوبية، هو أمر متكرر ويتكرر أيضا بالمناورات المشتركة التي تجري دائما سواء بين كوريا الشمالية بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة أو الولايات المتحدة واليابان، كل ذلك يفاقم من هذه الأوضاع في هذه المنطقة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على كل ما تفضلت إليه من تفاصيل، الأستاذ حسين إسماعيل خبير الشؤون الآسيوية، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم.